الكوتيزاسيون تمول اي شكل من الاليه من الاليات اللي تجمع لاسيرونس سوسيال معناها ان العلاقات الشغليه اللي في ما تتبنى عن الصمت عن المراحل عن فهم بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. قمنا اليوم بزيارة للمدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي وهي الأولى من نوعها، والحمد لله على إنجاز هذا الإنجاز الصريح والتعهد لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ قزواني، وسنعمل إن شاء الله على تطويرها ومواكبة الطلاب اللي فيها بإذن الله. ومن هنا أطلب من الطاقم الإداري والتربوي الاجتهاد على تكوين هذه الدفعة الأولى، ونطلب مولي من الطلاب الموظفين الاجتهاد لكونهم أول دفعة تتشرف بالتخرج من هذه المدرسة، وسنعمل إن شاء الله على حل جميع المشاكل اللي انطرحت علينا بإذن الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.